انا فادي هنا تاتو ارتست، اتعلمت من 4 سنين وبدات اتعلم مع نفسي شويه مع صحابي. الموضوع بدا كده، بدات اتطور شويه شويه، اشوف حاجات عن نفسي اتعلم. بعد كده بعد فتره كانوا بيغيروا الستاف بتاع انكر روزز، فالاونر كلمني وقال لي انا حابب انك تشتغل مع بعض. وبعدها بفترة بقينا توت ميوزيك، فلقيت الموضوع مش مجرد رسم على الجسم وخلاص، الموضوع كان أكبر من كده. الموضوع كان حاجة أنت يعني بتنفذها للي جاي يعمله، بيفرق معاه في نفسيته جدا. حاجة ريسكي جدا برضه، إنك ما ينفعش تغلط على جسم حد. الموضوع ليه ميننج وليه هدف غير إن هو مجرد رسم على الجسم. بيتهيألي أصعب حاجة في الدنيا وأشجع حاجة في الدنيا إنك ممكن ترسم على جسمك حاجة مش هتروح. التاتو ودي حاجة محرك، أتمنى إن الناس كلها تعرفها. مفيش حاجة اسمها تاتو مؤقت نهائي، مفيش حاجة اسمها كده خالص. التاتو هو الحاجة اللي ما بتروحش خالص خالص. التاتو مش بيتشرب بليزر، بنقعد مع الكلاينت نفهمه، واحنا بنعمل حاجة اسمها ستانسل. دي حاجة شبه الكربون كده، بنعمل برنت للصورة، نبتدي نحطها على جسم الكلاينت قبل ما نشتغل، نوريها له، نبتدي نقول له ايه اللي هيتعمل فيها. دي بتكون مجرد جايد لاينز ليا انا، ببتدي امشي عليها واعمل الشيدنج بتاعي او الفلان او ايا كان، يعني التكنيكال بس ما يمشي ازاي. هو التاتو معمول على يعني او موجود على مرحلتين، لازم الناس تفهم ده كويس. التاتو بيتعمل، انا بالنسبه لي بنفذ الرسمه اللي الكلاينت عايزها، بعد كده هو بيبتدي يمشي. الافتر كير اللي هيعمله بعد ما يمشي ده مهم جدا. بيتهيألي مثلا ممكن يبقى 40 او 50% من جوده الرسم بعد ما تخلص. لازم يحط مضاد حيوي، ولازم يبعد عن حاجات معينه، الشمس، او هينزل بسين او هينزل بحر او كل الكلام ده ما ينفعش يعمله، لازم ياخد باله. لان تاتو يعتبر جرح، احنا حاجتنا كلها بنجيبها من بره مصر، اوكي؟ الحاجات دي كلها الانكات بتاعتنا حاجه اسمها اف دي اي ابروف، يعني موثقه من منظمه الصحه العالميه. ان هي شيء صحي جدا ان هو يخش جسم الانسان. بالنسبه للنيدلز اللي هي الابر دي بتيجي من بره. اغرب رسمه كانت تاتو لرشدي اباظه، حد جه طلب وش ان هو عايز يرسم وش رشدي اباظه. واحسن سيشن عملته كان في كلاينت جه عمل اسم والدته، كانت متوفيه وجه عملها، ودي كانت حاجه انا اتبسطتني جدا ان انا عملتها له. انا واحد من الناس شايف ان تاتو مش حرام، لكن كل واحد ليه معتقده وليه تفكيره، احترمه جدا عليه. وطبعا ايا كان بيتعامل مع مين او ديانته او معتقده اللي هو مقتنع بيه اكيد يعمله. يعني هو في ناس بتبتدي تقول ان انا عايز اعمل تاتو الطبقه الاولى اللي هو مش حرام. احنا بنعمل التاتو في طبقه من الجلد، فهم بيعتقدوا ان لو اتعمل في الطبقه الاولى هيكون مش حرام. وانا بالنسبه لي الموضوع مش كده، يعني التاتو باكج كامل هتاخده كله اوكي، ما خدتوش خلاص. احنا بنخطط الفتره الجايه للبلان بتاعتنا ان احنا هنسافر بره في ايفنتس موجوده في كاليفورنيا وفي ايفنتس في اسبانيا، بنجهز لهم ان شاء الله قريب وهنبتدي ان احنا نقدم فيهم ونطلعهم.